ودلوقتي تعالوا نروح نتعرف على آخر أخبار المحافظات واللي شهدت مجموعة كبيرة من الأحداث، زي مثلا وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية هيشهدوا توزيع 2 طن لحوم سكوك إطعام، وكمان محافظ أسوان أعلن عن تنظيم رحلات مدرسية للطلاب لزيارة مشروعات حياة كريمة والكشف عن 1292 حالة خلال قافلة طبية مجانية ضمن حياة كريمة بقنا، وكمان أخبار تانية. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث والأخبار المهمة. أول حاجة كانت في محافظة الشرقية اللي شهد فيها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تسليم 2 طن لحوم من مشروع سكوك الإطعام اللي بتقدمه وزارة الأوقاف عشان توزعها على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة. وفي أسوان المحافظ اللواء أشرف عطية إدى توجيهاته للمسؤولين في المحليات وكل الجهات المعنية بالتنسيق للعمل على تنظيم رحلات وزيارات ميدانية للطلاب والنشء والأطفال والشباب للمشروعات التنموية والخدمية علشان يعرفوا الطفرة غير المسبوقة اللي شهدتها البلاد. اللواء أشرف الداوودي محافظ قنا قال إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الغوصة التابعة لمركز قنا، وده ضمن فعاليات القوافل الطبية اللي بتنظمها وزارة الصحة والسكان في كل التخصصات في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. استقبلت محافظة الإسماعيلية 6000 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة وصل الخير لخدمة أهالي القرى في المحافظة. القافلة هي ضمن المجموعة الأولى لمجموعة قوافل هتوصل خلال الفترة اللي جاية علشان تغطي كل مراكز المحافظة تباعاً علشان يستفيد بيها أكبر عدد من الأسر في القرى والتوابع. اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعلن عن تنظيم مؤتمرات جماهيرية لتوعية المزارعين ومناقشة الاستعدادات لموسم حصاد وتوريد محصول القمح، وذلك في حضور كل الجهات المعنية والمزارعين في كل القرى والمراكز، وده ضمن خطة المحافظة لاستقبال موسم حصاد وتوريد محصول القمح. الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية افتتح معرض ختام الأنشطة للتعليم الفني تحت شعار الجمهورية الجديدة بأيدي طلاب وطالبات التعليم الفني. شارك في المعرض 23 مدرسة من مدارس التعليم الفني بنوعياته المختلفة. جميل أوي إنه يتم تنظيم رحلات مدرسية للطلبة عشان تعرف إيه اللي بيحصل في البلد في هذه الفترة وتحديداً حياة كريمة. احنا في صباح الخير يا مصر من كام يوم كان معانا الأستاذ إيهاب الإسطاوي، ده كاتب كتاب اسمه حافلة الوطن. عامل إيه؟ عامل كتاب عبارة عن رحلة أتوبيس بيركبوا مجموعة من الطلاب من سن 6 سنين لسن 12 سنة، وبيمشوا حوالي 30-40 محطة. دي عبارة عن إيه المحطات؟ دي عبارة عن مشروعات قومية الدولة بتعملها خلال الفترة الحالية. بيعدوا من محطة لمحطة، كمان بيستعين بطفل من كل محافظة عشان يحكي عن محافظته والمشروعات اللي اتعملت في محافظته، كل ده من خلال كتابه حافلة الوطن. أتوبيس بيعدي من خلال هذه المحطات. جميل إن احنا نعرف الأطفال لأن هم لازم يكونوا فاهمين إيه اللي بيحصل دلوقتي. ففكرة إن أنا آخد الأطفال وأعمل لهم رحلة مدرسية عشان يشوفوا إيه اللي حصل من خلال مبادرة حياة كريمة في بلدهم، الوضع كان عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي، هم من اكتر الناس اللي هيرصدوا ان في اختلاف. لو في حد مدرسة اتعملت وبقت قريبة منه وكان في السابق كان بيقطع مسافات عشان يروح المدرسة، فالطفل يعني هو اللي هيحس ان في طفرة حصلت في هذا الجزء الصغير. احنا بنتكلم على التعليم فقط، فقيس على كده بقى الصحة الوحدات التعليم. انا عايز اقول حاجة على التعليم. اه اتفضل. انا عايزه بصفتي ام يعني وقاعده مركزه في قصه التعليم دي، المناهج الجديده اللي موجوده او تطوير التعليم او تطوير المناهج اللي موجوده لغايه الاطفال، يمكن ابتدى من رياض الاطفال لغايه رابعه ابتدائي، احنا شايفين تطوير في المناهج وربطها بالواقع جدا وربط المواد ببعضها يا شاذلي. يعني ما بقاش الفكره زي الاول ان ماده العربي مستقله عن الدراسات، مستقله عن الرياضيات، مستقله عن العلوم، كل المواد مربوطة ببعض والمعلومة بتكرر في نفس السياق بأكتر من شكل بحيث أنها تبقى مربوطة ببعض. من ضمن الحاجات اللي موجودة في المناهج مثلا أن الولاد بقوا عارفين مشاريع اللي بتقوم بيها الدولة، يعني الولاد عارفين مشاريع حياة كريمة وعارفين الحملات 100 مليون صحة وعارفين حملات فيروس. يعني أنا بتكلم في أن أطفال صغيرين
اختلفوا خالص عن زمان، انهم بقوا عارفين المحافظات. وبعدين المناهج بتكلم كل واحد ايا كان في المحافظه. طفل الصعيد بيتقال له انت ايه اللي موجود، واسئلته بتبقى كده في الامتحان، ايه اللي بيميز محافظتك. السؤال قد يكون عام لكل المحافظات ولكن بيطبق على كل ولد، وكل ولد بيطبقه على محافظته وعلى المشروعات اللي عنده في محافظته. فده بيخلي الولاد اكتر تبقى عندها نوع من انواع الوعي الشديد، وعندها نوع من انواع المتابعه، وعندها نوع من انواع الربط بالوطن، وانها حاسه من وهي صغيره بتتربى على ان في حاجه مختلفه بتحصل، وانها بتبقى حاسه ان في حد مهتم بيها، وان الكلام ما بقاش يعني بيكلموا اطفال معينين بس، كل طفل بيتم توجيه رسالة بتتناسب مع ثقافته وتقاليده وعاداته في المحافظة اللي هو موجود فيها، أيا كانت بقى محافظة في الصعيد أو في المحافظات الحدودية اللي كانت برضو فترة طويلة منسية يا شاذلي.